شهدت العاصمة الفرنسية باريس بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2022 في نسختها 42 بمشاركة 25 دولة، وتعتبر بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة من أقوى بطولات العالم، حيث تنافس في نسخة هذا العام عشرات المربين وأصحاب المرابط وسط حضور خليجي لافت. مراسلتنا في باريس والتفاصيل. يكرم جمال الخيول العربية في العاصمة الفرنسية باريس وسط منافسات مثيرة بين نخبة تعتبر من أجمل الخيول في العالم من صفوة الخيول العربية الأصيلة. الخيول العربية الأصيلة باختصار جمالها بيكون متميز سواء بالرأس وبالعنق أو بالحركة وارتفاع تيل كاريج اللي هو الذنب وحركة الخيلاء، يعني باختصار فالخيل هي اشتقت من الخيلاء لأنها بتتحرك في يعني كبرياء عظيم وأنفة بتمثل عروبتها وبتمثل الخيل العربية الأصيلة وأصحابها في العالم. انظروا حولكم، إنه عرض رائع، إنها خيول تمثل الجهود والمربين وأصحاب المرابط، ولا يزال قطاع الخيول العربية في فرنسا بالأفضل في العالم. على مدى 3 أيام شارك أكثر من 100 حصان و25 دولة و2000 مشارك، تضم العديد من الشخصيات والملاك الملتزمين والمربين الناجحين لأجمل مهارات وخيول في العالم. هناك يعني طبعا زخم كبير وإعلام كبير وحدث كبير مثل هذا، فواجب أن دولة الإمارات تسجل حضور في كل المحافل الدولية. دولة الإمارات تمتلك خيل عربية أصيلة، تعتبر الآن من منتجي الخيل العربية الأصيلة، وهناك كثير من الخيول إنتاج الإمارات العربية المتحدة وأتت إلى فرنسا وبطولة العالم حققت الحمد لله رب العالمين فوز كبير. ندعو الجميع بالاهتمام بهذا الموروث الشعبي وكذلك الاهتمام بالخيل العربية، تاريخ، إرث شعبي، حضارة، فخر، اعتزاز، أشياء كثيرة في نفس المجال هذا. مع التوفيق لكل المشاركين خصوصا المرابط السعودية بإذن الله تعالى. تزينت البطولة بعروض رائعة للمهر والخيول العربية التي اختير منها الأجمل في العالم على حسب خصائص دقيقة معينة باختلاف فئاتها وأعمارها. تتوج أجمل الخيول العربية في عرس سنوي رائع عنوانه الأناقة والخفة والجودة، والحصان العربي حصان لا مثيل له ويستحق الأفضل. فاطمة بالعيد، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.